الاطفال بنات هنايا جبت كاع السكن ديالي بطوفتي ايه يا ربي كاع السكن جبتهم لقيت لي هذا مع الجلد عافين هذاك الجلد ديالهم بدا كيتكال بحال واحد السكن الوهنيكم شوف هذا زواون هذا هاتو ديال الصيف وزواون يلا 260 13 دام اللي بغا اكلام هذا زواون كيف ما قلت لكم انا اني نشوف الجلد ديالو كيف بدا كيتكن يعني هذا صافي غادي يتلح ولا تبدل ليه السمطه ممكن هسه كان زواونين خصهم الشمس قالت لي ماما ديهم في الشمس هادو ديال الجلد عندهم يتشمشوا بحال هذا تا هو زواون بحال لافاليز شتو على شكيل ولوين فيه زوان تا هو بدا كيتكل هانتو بدا داك الجلد ديالو تا هو كيتقشى من الداخل بدا ما بيد وحدة شتو غمال شوف هادو دابا خصهم الشميشة عندهم هنايا في الشارج مي طلبهم الهوا هانتوما البنات شفتو داتوما في الشمس شوية ضابهم الهوا اصلا يوما جو زوين في السبت عرفتو كاين واحد الشميشة يا سلام وصافي تا الليل ولا تا الغدا ندخلهم اصلا حنا هاد الويكاند ما نكونوش ونخليهم يتشمشوا شوف شوف جبدة وينا وينا في العوينة هذا تا هو مايكل كاس هذا كي كان عقلتو على هاد السكن البنات كانوا كبار زوينين صراحة أما السكن ديال الخروج وداكشي عندي بوحدهم هادوك دايم بوحدهم في ما دايمش مع دادو حيت كانوا مجموعين في واحد الساك إيوا بحال بداو دخلاتو من بعودة هادو باقا نقيين هادو ديالي اللي كنهز دائما هادو مزيانين هاد البوش كتقول يا ماما لا تبني شي صاك ها ما عندك عقل السكن والبزاطم عرفتو شحال عندي بزاف هذا ديال الصواغي هنايا البنات هاد السكن هادو والله انا عندي ماركة هذا مايكل كورس زواون هذا بوش كتجي في الهزة خطيئة هذا غوتشي هذا ما تقاس لي بالبعود نمسحو بلينانجيت وندو هذا ديال الحضة وندو ندو هاكدا يضربو الهواء في الشارج هذا تا هو مايكل كورس تا هو زواون في الهزة هادو ديال الحضة هادا صحاب لا شي فلوس هذا يا صاحي فولي لا نجد كنت في شي عاس يمكن ولا شي سبوع ايوا دايا هنا شوفوا البنات هذا كي دايا وا عرفتوا هذا كنت خديته بالثمن كنت خديته من مارتين هذا ترونسبار شوفوا السمطه ديالو كي دايا انا نحلو تشوف السمطه كي دايا هادي كي دايا بوش الداخل هذا القفيل هذا كيجي كلاس في اللبس هذا كنت خديته من مارتين السمطه كي دايا هذا باقي مزيان ها انتم البنات دات هادو يتشمشوا هنايا كيف ما كتشوفوا ما سمعتوش حاجه الطاقه مساقه صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا ما بداتهم في الشارج ما كنا ما كانت واحد الشميشه هاد الويكاند هذا ايوا صافي وخديتهم مشينا عند خويا وخديتهم حتى شي شحال العادات قبلوا عليا هذا هو المحتوى اللي عندي المهم معاودين عند خويا هاد الويكاند هذا غادي نمشيو عندو انا قلت لك ما صورتش لكم المهم هاد لا فيديو هذا اي حاجه انا في هاد الويكاند غادي نبارطاجها ليكم معايا صافي لابسه اوتفيت مكياج خفا زابان اي صافي هي صوبت شويه كدا سامبل دات دات لو كوب شوفو دات هاد البوندو صافي لابسة كابيش ديالي وهاد الشارب تيكو هذا هو الاوتفيت ديالي كون ولي اك ايوا هنايا هزة الصوت ديالي لا ماما ممكن يخبط خبط البيبان
شنو الضو مبانو صافي هز الساك ديالي وهذا دايا في البيجامة ديالي وديال جد انا في مرشيش خصني ندي معي البيجامتي ايوا هذا مكان البنات خليكم معي في هاد لا فيديو اللي دارتها اكيد غنبارطاجها معكم دابا شي سبع عاد غادي ماما باقا تخبط في البيبان ماما جات سبقني يلا نتوما معانا يلا البنات هانتوما معايا اللي دارتها اكيد انا معكم المهم هنا لقينا موجوده لينا الكوتي مع الطاط خادمه مساك من كيك بلا بينو كيصلاو فينا هذه واحد البسبوسه نبغي بشي با لي زاكسيسوار ديال الطبله هذه واحد لا طارت ديال الديسير وهذه غاطو غلاسي ديال الشوكولا صافي فقه صغيبه بعد مصدوق العصير قهوه وما كلشي لا فيديو متاحه صباصه هنايا عاد غادي عاد نحطو في الطبله ايوا صافي هذا مكان المهم كيف ما كتشوفوا حتى انا غوتي ماما ادي ماني محافظه من الزوال وغادي ندير غوتي وغادي نكمل معكم لا فيديو شنو غادي ندير ليه الشاب الليل وداكشي هانتوما معايا في هذا لا فيديو صافي البنات هنا وصل العشاء مات خويا صوبات هادو دي ميني بيتزا دارت لهم غير لاصوص ديال بيتزا وطونو فخوماج عمرت مزيان بالفخوماج هادي واحد لاصوب زوينة جات شحات البصلة اللي عندكم هي بصلة يا بو مع الشامبينيون طايب ماشي الشامبينيون معلب وشوية الملحة وشوية البزار تتخليهم يتشحاو مزيان ويعطو تزيدو عليهم بطاطا كدا طايفة تخضر صافي وتزيدو الما غليان وطحنوا كل شيء بالفرماج ولا كريم فريش كتجي خطيره بالنسبه لرمضان زوينه انا كنجيب خويا الديسير المهم بان الكاكي تفاح ليمون كيف ما كتشوفوا غادي نغسل كل شيء شو غادي ندير ينشف يتسقط نخلي صافي غسلت شو غادي نخليه يتسقط هذا واحد عاوز لقات عاوز ذات الفلافل حمى وصفه وخضر دات معهم نص الطوماط شويه الملح بزاف شويه العطايه وزدت هذاك عاوز صوطي وشحاتو معاهم وزيت الزيتون كيجي محمد وزوين وديد هنايا لاباط سلقاتها غادي ديش لادا ديال لاباط والطون وداكشي صافي الديسير كنصابش هاد البلا ديال الديسير ايوا هادي هي العشيوة كيف ما كتشوفو هنايا دات سلاط بلاباط و سوغيمي ولا دات فيمي فخوماج طون مهم مخلطة جات زوينة هدا عاوز لي بارطاجيت معاكم هادي لاصوب تاهي لي بارطاجيت معاكم جات زوينة هاد لاصوب صالحة لرمضان صراحة كتجي صحية و منعشة زوينة صافي هادو مقبلات هما اللولين كيف ما كتشوفو المهم حطينا هادشي قدينا وصابنا عاد غادي نحطو البلا ديال العشا ايوا هدا مكان صافي البنات وهذه هي العشيوه ديالنا هذه بسطاله بالحوت جات صراحه زوينه كوموندا وعند تريتو جاب لينا حتى الوقت ديال العشاء باقا سخونه عامه بالحوت و كان ما عطيهاش حقها مع الشطافو ديالنا شباك لا قداش كبيره ما شاء الله كلينا فيها وشط الخير ومناضة اول ما طبيعه الحال صافي من بعد ما تعشينا حطينا الديسير اللي بغا شبعنا غير في هادوك المقبلات شبعنا ايوا صافي وضحكنا ونشطنا فوجنا ونعسنا وهذا الصباح ديال لاطلين المهم هذا الفطور هنايا قهوه نسكافي الحليب بشي بان بيض مسلوق البيض مقلي تما صراحه الطبله اللي تشهيتي هاد القيه هذا واحد الخبز هنايا محمد تيجي مع الجبن وداكشي ولي زاكسيسوار ديال الطبله هذا البيض مقلي وينه حتى تيجي زوين وغادي نوضو نصابو الغدا هنايا البنات هذا فخد ديال البكري كيف ما كتشوفوا غادي تبخ مع خويا في الكسكاس مهم في الحاشو داتلو العطايه وداكشي والملح والكمون والبزار وفي الحاشو وداتلو الثومه من الداخل صافي دات البومه كبيره عندها ودات هذا الكسكاس هذا وداتو وصافي عاد غادي ندوي معاه حتى هو خدا صطا وداكشي هنايا هذا البروكولي بطاطا بصله خيزو مهم غادي ندير خضا صوطي مطيشة هدا لي بتي شو تا هو غادي نصاوبوه هنايا خويا قاليا صاوبي ليا لافوكا صاوبتلو لافوكا قطعتها هي ومطيشة كيدير واحد صلاط ديال لي ماتخ دوطيل كتجي زوينة بالخس وداكشي
هو اللي غادي يصاوب ديك الصالاد جات زوينه، كتجي منعشه وزوينه. صافي انا كنا صابنا النعناع وغسلنا، المهم معاونين كل واحد كيدير حاجه. انايا الخس غسلته وقديته وداشو شويه عاد نغسلو ونصاوبو. صافي انا ماما دارت البروكولي طبخاه، هنايا اللحم هذا الطبسه مطيه، الكسكاس بالطبسه سخون. صافي اللحم كيطبخاه، انا البروكولي ما كنخليهوش يطيب بزاف، شويه صافي كنحيدو باش كيبقى في ديك الطاوله ديالو ديك الخطويه ديالو. هذه هي الصالاد اللي قلت لكم بلافوكا مطيشه الخس الحامض كتجي زوينه. انا يخز وشامل دانا سطر بصل هذيك الصغيره حتى بخانه ها والكاعه وداك بتيشو. ايوا هذا هو الطبق اللحم طبخاه. صافي فاشنا في هذاك البلا الخس، هنايا دانا هذيك الصالاد فاشنا على داك الخس وداك الشيء وجا زوينه بالفرماج و هذا وجات مونطا خويا على هذا الشكل. وهذا البلا ديال الغداء باللحم وديك خطا صوت وهذاك بتيشوش هو جا زوين صراحه، كنينه وشاط الخير وشبعنا. ايوا هذه هي، هذا هو الويكاند ديالنا كيفاش دوزنا. كيف ما كتشوفوا هادو هما لي بلا لي شاركت معكم. كان هذا هو لا فيديو ديالي، نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم. اللي ما دارش ليا ابوني سبسكرايب مع اللايك، وما تنساونيش من لايكات مع فيديو جديد. باي باي.